كرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة بقصر سموه عددا من الأيتام والمعاقين الذين ترعاهم مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك ضمن مبادرة سموه لتكريم الأيتام والمعاقين التي ترعاهم المؤسسة. ووجه صاحب السمو حاكم أم القيوين المؤسسة بتلبية احتياجات الأيتام والعناية بهم في جميع المجالات الصحية والتربوية والمجتمعية اللازمة، وذلك من أجل أن يشقوا طريقهم في الحياة بنجاح باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع. كما دعا سموه إلى تواصل أفراد المجتمع مع هذه الشريحة المهمة بما يساهم في رعايتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة بفاعلية في المجتمع.